خليه يعطيني السحر. هي على عينه، خليه يعطيني السحر والا ضربتك على راسك. اعطيني السحر، اعطيني السحر ايها اللعين، اعطيني السحر. شوفوا الدبابيس اللي موجوده بقلبه يا مغامرين، طلعوا شوفوا الدبابيس، والله هاد سحر سحر، انا متاكد. يا تعبت ايدي دم، طلعوا. سلام ايها المغامرين، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. يا مغامرين، انتم بتعرفوا بعد ما قتلت انا الروح الشريره وعدمته وشنقته كمان، هو قال لي انه العملاق الاحمر موجود بغابه. اجيت على هي الغابه اللي هو موجود فيها العملاق الاحمر، مثل ما شايفين غابه كبيره وما فيها ولا اي انسان. اجيت لهون لحتى ابحث عنه ودور عليه لهاد العملاق الاحمر واقضي عليه ان شاء الله واقتله. فكلياتنا هلا جايين مع بعض يا مغامرين لحتى نشوف شو رح يصير. ما في مقدمة، حطوا لي لايك يا مغامرين واشتركوا بالقناة حتى توصلكم جميع مغامراتي المرعبة. وهي نبدأ بالأحداث اللي بدها تصير اليوم معي. حطيت اغراضي فوق يا مغامرين، مثل ما شايفين هنيك فوق ليكون هون هون هون، حطيت اغراضي هون وشغلت الكاميرا وفورا نزلت بدي ادور عليه لهالعملاق. عملاق حد الان مو مبين شي يا مغامرين. طلعوا المنظر والله العظيم مخيف. شوفوا في كراسي هون مع انه ما بيدخل الناس لهون. والله انا دخلت من السياج المشقوق، يعني في سياج هيك سور حوالين هاي الغابه الكبيره، كثير كبيره، مشقوق هيك فتت منه يعني، كمان دخلت تهريب. والله هون هو الروح الشريره قال لي انه العملاق الاحمر بهي الغابه، بهي الغابه غير هذيك الغابه، وحتى سلندرمان كمان اخوه موجود هون بهي الغابة. فالله أعلم شو بده يصير. يا شو هاد؟ شو هاد؟ لقيت شي يا مغامرين والله العظيم، طلعوا لقيت شي أحمر. شو هاد؟ الله أكبر، صندوق. أخ اجري يا إلهي، والله العظيم فات الشوك بيجري يا مغامرين، فات الشوك من هاي. شوفوا طلعوا، شوفوا هاي، شايفين؟ شايفين هالشوك؟ طلعوا منه هذا الشوك فات بإجري. شو قصة هذا الصندوق؟ والله العظيم اطلعوا شوفوا، هذا هو، طلعوا والله العظيم لقيته هون يا مغامرين. ما بعرف شو فيه لحد الآن، خليني أحاول ثبت الكاميرا وافتحه. هل في حدا هون؟ مو مبين في حدا. نحاول يا مغامرين ثبت هلا الكاميرا. وهلا يا مغامرين مثل مو شايفين هذا هو الصندوق، هلا بعد شوي رح احاول اني افتحه وشوف شو فيه. ما بعرف الصراحه، انا ماني عارف شو فيه، لكن رح افتحه هلا قدامكم ونعرف شو فيه موجود بداخل هذا الصندوق. خليني احاول افتح، بسم الله الرحمن الرحيم، احاول افتحه يا مغامرين. معقول حدا حاطه هون او الله اكبر، شو هاد؟ شو هاد؟ الله اكبر، شو هاد؟ الله اكبر، طلعوا يا مغامرين والله العظيم، شوفوا الدم يا الهي، مات. شو هاد؟ شو هاد؟ طلعوا 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 السحر، شوفوا السحر اللي لقيته كله دم. الله اكبر، طلعوا يا مغامرين، شو هاد؟ ما بعرف يا مغامرين والله العظيم، شايفين؟ لازم طالعها يا مغامرين، لازم طالعها. بسم الله لا قوه الا بالله، طلعوا شوفوا، شايفين؟ شوفوا شكل الدميه، والله العظيم شكلها مرعب وحياه الله. يا طلعوا على الدبابيس، شوفوا الدبابيس اللي موجوده بقلبها يا مغامرين، طلعوا شوفوا الدبابيس، والله هاد سحر سحر، انا متاكد. يا تعبت ايدي دم، طلعوا تعبت ايدي دم والله العظيم. يا الهي هذا السحر مين حاطه هون؟ معقول العملاق الاحمر واعوانه هن اللي حاطين هذا السحر؟ ما بعرف، والعلم عند الله. تر طلعوا شوف، شوفوا منظره، شايفين؟ والله العظيم يمكن هذا الجن، شو اسمه، العملاق الاحمر هو اللي حاطهن، انا متاكد، ما بعرف. الله اكبر الله اكبر، هي مين انت؟ الله اكبر، مين انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، انت مين؟ انت مين؟ شو جابك لهون؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر، بسرعه بسرعه، هي انت مين؟ مين انت؟ الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الهي والله يا مغامرين، طلعوا طلعوا طلعوا، هي ساحره ساحره، هي انت مين؟ انت شو جابك لهون؟ بسم الله، انت شو جابك لهون؟ هي شو جابك لهون؟ انت مين بتكوني؟ الله اكبر، طلعوا طلعوا السحر هذا، شوفوا السحر والدبابيس اللي فيه. هي هي انت اللي عامله هذا السحر؟ هي يا ساحره يا العينه، انت اللي عامله هذا السحر؟ الله اكبر، ما عم ترد. هي ليش ما عم تردي؟ ليش متخبيه ورا الشجره؟ بسم الله، انت ليش متخبيه ورا الشجره يا العينه؟ هي بسم الله، ايمي ايدك، ايمي ايدك، بدها تاخذ اللعبه. انت ليش ما عم تحكي؟ انت خرسه خرسه، ما ليش ما عم تحكي؟ الله اكبر، والله يمكن شكلها خرسه يا مغامرين، ايمي ايدك عن اللعبه، بدها تاخذها، والله بدها تاخذها. الله اكبر، ايمي ايدك عن اللعبه يا العينه،
يم ايدك. الله اكبر، مين هذا اللي اجى كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مين هذا اللي اجى؟ هاي انتو مين؟ الله اكبر، مين انتو؟ انتو شو جاب كله هون؟ الله اكبر، شو جاب كله هون انتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انتو شو عم تعملوا هون؟ انت مين مين هي؟ بسم الله، لا تقربي، بعطيكم. اسمع، امسك السحر، خذوا، لا تقربوا عليه، خذوا. هي يا لعيني والله، شلون هجمت عليه اخذته. هي انتو مين وشو جاب كله هون؟ انت بتحكوا عربي انتو ولا شو بتحكوا انتو؟ هي لا تقرب، والله العظيم بضربك. هي انا جاي مشان العملاق الاحمر. هي يا لعين، انت وهي اللي معك، انا جاي. طلعوا ايدي يا مغامرين، شوفوا والله العظيم تعب الدم. لازم تراجع لورا، طلعوا ايدي، شوفوا كله دم، تعب الدم. هي ساحر وساحره يمكن، والله العظيم طلعوا اشكالهم. هي حاج الجعر، هي انت مين؟ شو جابك لهون؟ لا تقرب ايها اللعين، لا تقرب. انت شو جابك لهون؟ هي انت مين بتكون؟ ليش ما عم تحكي؟ احكي انت شو ليه؟ مين انت؟ وهديك مين اللي معك؟ انتوا اللي عاملين السحر هون حاطينه؟ نعم. يا عم يحكي عربي، والله عم يقول نعم، عم يقول نعم. هذا السحر ليش عاملينه انتوا؟ شو السبب؟ وانتوا شو جابكم علي الغابه يا لعين؟ شو جابكم؟ هي اسمع، والله العظيم بقص لك شعرك، بقصه. شو انه مكانكم هون؟ انتوا عم تقول مكانكم هون؟ الله اكبر، عم اقول يا طلعوا هذيك شو عم تعمل؟ والله العظيم اطلعوا، شوفوا يا مغامرين، شوفوا هذيك شو عم تعمل بالسحر. الله اكبر، طلعوا، شوفوها يا الهي. والله راح لعنده ليكو راح لعنده. عم يحكوا مع بعض، والله العظيم شوفوا عم يحكوا مع بعض يا مغامرين، والله عم يحكوا مع بعض. اطلعوا، هي اجت تجي. الله اكبر، اجوا يا مغامرين، والله العظيم اجوا. الله اكبر، ابصر شو عم يحكوا، والله العظيم عم يحكوا، ابصر. هي يمكن خرسه، والله العظيم. هي اسمعوا، انا ماني جاي اذيكم. اسمعوا، انا جاي ادور على العملاق الاحمر، وين موجود؟ هي ليش عم تاخذوا السحر؟ وين عم تاخذوه؟ الله اكبر، طلعوا شو عم يعملوا، شوفوا. بسم الله، طلعوا، والله العظيم شوف شو عم يساووا. عم هدول شو عم يعملوا؟ يا إلهي، لعلك هدول شكلهم خرسان ما بيحكوا. هداك حكى شوي بس لغته مو مفهومة، بس هاي شكلها ما بتحكي يمكن. والله العظيم اطلعوا، يا والله شكلهم ما بيحكوا يا مغامرين، هدول شكلهم ما بيحكوا. الله أكبر، هدول شو جابهم؟ مين هدول؟ عم أول مرة بشوف هالأشكال هاي. طلعوا ايدي، كلها دم يا مغامرين، من السحر ان شاء الله ما يصير لي شيء. الله اكبر، يا دول اجوا لعندي، اجوا. هي انت شو بدك اجيتي لعندي؟ انا تركتك وبعدت عنك واعطيتك السحر، انت شو بدك؟ وين العملاق الاحمر؟ العملاق بعدوا عني. هي يا لعينه، بعدي والله العظيم بضربك، انا ما بضرب بنات، بعدي عني. هي ايوه اللعين، بعد عني ايوه اللعينه. ضربته يا مغامرين، والله ضربته، شوفوا قاعد عم يحميها. هي ايوه اللعين، انت شو جابك لهون؟ انت مين بتكون انت؟ انت ساحر؟ عم يقول لي انت من؟ هي انا المغامر انصاري ايها اللعين. هي اسمع، انا جاي مشان العملاق الاحمر، وين العملاق الاحمر؟ وهديك ليش اخذت السحر؟ تعالي لهون اعطيني السحر. ايتها اللعينه هاتي السحر لهون، تعالي ايتها اللعينه هاتي السحر، والله العظيم بقضي عليكم وبقتلكم انتوا الاثنين. ايها اللعين الا تعطيني السحر. شو لا؟ اعطيني السحر. الله اكبر، هات الخشب. ايها اللعين، والله العظيم بخبطك على ظهرك، بشكه فيك شكه، فأمان. أعطيني السحر أيها تولعينة، أعطيني السحر إلى هنا، وإلا ضربتك على رأسك. أعطيني إياه، أعطيني السحر. دعيه. أخذت السحر يا مغامرين، والله أخذته. هي توقفوا عنكم، لا حدا يتحرك، وقفوا عنكم، لا حدا يتحرك. يا لعين، يا طلعوا شلون عم يطلعوا، شوفوا، والله العظيم طلعوا شلون عم يطلعوا. الله أكبر، بسم الله، لا حدا يتحرك. بدي افتح السحر يا مغامرين، لازم افتح السحر وشوف. شوف هذا السحر، والله العظيم تعب دم. طلعوا، الله اكبر، شوفوا يا مغامرين السحر. الله اكبر، بسم الله، شايفينه؟ شوفوا الدبابيس، ليكوا الدبابيس اللي موجوده فيه. الله اكبر، يا الهي، هدول سحره والعلم عند الله. طلعوا الدبابيس اللي موجوده بقلب السحر، شايفينه؟ هذا ابصر شو عم يعملوا هدول الاثنين. والله يمكن بدون السحر مني، يمكن بدون السحر، شايفين؟ طلعوه،
عم يحكوا بس بلغة غير مفهومة أول مرة والله العظيم. ما بعرف شو لغتهم هدول، شو لغتهم؟ عم يسووا أشياء، عم يستدعوا الجن يمكن، والله يمكن عم يستدعوا الجن. المهم إني أخذت السحر منهم، سحر يهودي يا مغامرين عليه طلاسم وعليه أشياء، والعلم عند الله هذا سحر يمكن لطفلة، لطفلة. طلعوا شوفوا وشها كله دبابيس، الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم على الأفعال السحرية اللعينة. طلعوا عم يحفروا عند الأرض، شوف شو عم يعملوا، شوفوا. الله أكبر، لا قوة إلا بالله. ياه معهم كيس، والله في معهم كيس. شوف شو عم يعملوا بالكيس، خليني شوف شو بدهم يساووا. العم هدول شكلهم ما بيحكوا بس خرسان، كأني معقولة خرسان ما بيحكوا. بدهم يحطوا شي بالكيس، ها والله يمكن بدهم يحطوا شي بالكيس يا مغامرين. الله أكبر، يمكن بدهم يحطوا شي بالكيس، والله العظيم والعلم عند الله يمكن راح يحطوا شي بالكيس. راح ضل راقبهم هلأ، ما بعرف إذا هدول شايفيني ولا مو شايفيني ولا شي، ما بعرف، بس أول مرة بيمروا علي هيك سحرة. الله أكبر، شغلوا نار، اشتغلت نار وحياة الله، والله شغلوا نار عن طريق الجن يمكن. طلعوا يا مغامري، شوفوا هاي. لا يشوفوني، لازم راقبهم يا مغامرين. رح احاول راقبهم مشان ما يشوفوني، رح اجي من وراهم. والله شافني ايها اللعين، بعد عني. هي بعد ايها اللعين، هذا السحر ما لا اعطيكم اياه، ما لا اعطيكم لحتى تدلوني على العملاق الاحمر. وين موجود العملاق الاحمر؟ يا الهي يا الهي، طلعوا هذيك عم تطلع دخنه وحياه الله. شوفوا استدعوا الجن يا مغامرين، هذول يمكن استدعوا الجن والعلم عند الله. لازم بعد لهذاك الجنب. ان شاء الله ما يشوفوني يا مغامرين. هدول شكلهم عم يستدعوا الجن يا مغامرين، والعلم عند الله هدول شكلهم عم يستدعوا الجن. هدول بيعملوا سحورة، سحر أسود. شايفين السحر الأسود الخطير؟ معناها هدول سحرة خطيرين. بس شلون شايف؟ الله أكبر، عم يزت يمكن شافني، ما بعرف هو عم يشوفني ولا ما عم يشوفني ولا ما بعرف. اجوا. هي انت شو بدك؟ الله اكبر، ابتعد عن الدمية ايتها اللعينة. الله اكبر، هجموا علي والله، اخذوا الدمية يا مغامرين وحياة الله، اخذوا الدمية. بدي اضربهم والله. هي ايها الساحر والساحرة، سلموا نفسكم والله العظيم بقتلكم. ايها اللعين انت وياها، يا هربوا والله، نزلوا. هي وين رايح انت وياها يا لعين؟ يا لعين وين رايحين؟ هربوا لك، تعالوا دلوني على العملاق الاحمر. هربوا والله، هربوا بالغابة يا مغامرين. العم قديش عم لاقي سحرة يا الله، قديش في سحرة، الله لا يوفقون. عم يملوا كل هالسحر للناس الابرياء. شوفوا طلعوا الدم بايدي، طلعوا، ها مشان ما حدا يقول انه هذا مو دم، ودم ليكو مبين دم، ها شوفوا ريحته، ريح الدم، مشان ما حدا يقول لي صبغة يا انصاري والفيديوهات مو صحيحة وما بعرف شو. ليكو هذا كل شيء شايفينه قدامكم، طلعوا اختفوا، راحوا هربوا، الله لا يوفقهم، هربوا. شو بدي ارجع ادور على العملاق الاحمر، العم لسه ما اجيت، لقيت سحر فورا. انتبهتوا لهذا السحر؟ هذا اللي فيه دبابيس، هذا بيكون سحر اسود يا مغامرين والله العظيم، هذا بيسموه السحر الاسود، السحر القاتل. ما بعرف، يا ريتني فكيته، بس والله خفت يقلب علي السحر. هدول راح اتركهم هلا للساحر والساحره هدول. هي راح سميها الساحره الخرساء يا مغامرين، لانه خرسه ما حكت ولا كلمه، شفتوا والله ولا كلمه حكت. راح سميها الساحره الخرسه وراح ارجع له وبوعدكم اني اقضي عليهم. بس هلا خليني ادور على العملاق الاحمر سلندرمان. كأني شفتهم.
الله اكبر شافوني. هي ايها اللعين، هي هي ارجع ارجع، اعطيني السحر يا لعين، اعطيني السحر. والله ما انا خليكم تاخذوه لو حتى على دمي يا لعين. بدي السحر هلا، بدك تجيب لي السحر. اعطيني السحر يا لعين، ولا قضيت عليك والله العظيم بقتلك. اعطيني السحر، هاته هاته لهون، اعطيني اياه ايها اللعين، اعطيني. لا تقترب لا تقترب، لا تخاف ما لا اذيك. اخ ايدي ايدي بالدبابيس يا مغامرين والله العظيم. هي ايها اللعين والله لا ارجع واقتلك انت وزوجتك، بس مو هلا هلا، ماني فاضي لكم يا لعينين، ماني فاضي لكم هلا. بدي اروح ادور على العملاق الاحمر سلندرمان، الله لا يوفقهم. شايفين شايفين هدول السحره تعون الاعمال السحريه؟ ليك وينه ليك وينه يا هذا الصندوق، طلعوا على الصندوق والله العظيم كان في دم، شايفينه؟ خليني احط الدمية هون واطلع اشوف شلون بدي اخلي الجن يخرج منها لهي الدمية، ان شاء الله ما يتفاعل الجن والسحر معاها. هدول وين راحوا ما بعرف. الله اكبر، لازم طالع على الدمية يا مغامرين لعند اغراضي واشيائي. يا الهي والله، ليك وينهم ليك وينهم، شايفينهم؟ طلعوا يا مغامرين شوفوا وينهم، ما بعرف اذا انتم ليكن ليكن، اجوا اجوا شايفينهم؟ ليكن ليكن، هاي الساحر الخرسة وهذا هذا اللي معاها اللعين الساحر، شايفينهم؟ خليني لازم اطلع يا مغامرين، هدول شكلهم ضعفاء، مشان هيك مشان هيك اعطوني اللعبة فورا، لو كانوا اقوياء كانوا استدعوا الجن وهجموا علي، بس ماني عارف شو قصتهم، بس لكن رح اعرف قصتهم واقضي عليهم. بس خليني اول شيء افتح السحر يا مغامرين واعرف شو فيه، لازم افتح السحر اول شيء واعرف شو موجود بداخله. يا رب تعبوا ايدي دم والله العظيم، اطلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لا قوة الا بالله. طلعوا شوفوا يا مغامرين، طلعوا الدبابيس اللي فاتت بايدي، رح احاول فرجيكم اياها، ما بعرف اذا ليك هاي دبوس شوفوا، هذا واحد وهذا واحد، شوفوا شايفين الدبابيس داخله من مكان وطالعه من جهه ثانيه، طالعه من جهه ثانيه. الله اكبر، يا طلعوا طلعوا والله، اجوا لعندي اجوا لعندي والله العظيم، ليك وينهم؟ طلعوا طلعوا شوفوا، شايفينهم؟ ليك وين واقفين يا مغامرين؟ والله واقفين بهذاك الاتجاه. الله اكبر، ابصر هدول شو بدهم، طلعوا يمكن بدهم السحر، والله والعلم عند الله بدهم السحر. شايفين شايفين يا مغامرين؟ يا اجوا 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 والله، اجوا 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 والله، يمكن بدهم ياخذوا اللعبه يا مغامرين، بدهم ياخذوا السحر، والله اجوا. الله اكبر، والله اجوا اجوا بدهم ياخذوا السحر. يمكن مو شايفيني مو شايفيني. هاي شو بدكم مني انتوا ايها اللعينين؟ هاي شو بدكم مني؟ ارجعوا ارجعوا، ما لا اعطيكم الدمية والله ما لا اعطيكم اياها لو شو ما تعملوا. هي ارجعوا يا لعينين، ارجعوا من هذا المكان، ارجعوا. هي لا تضرب، بعد بعد ايها اللعين، ارجعوا من هذا المكان، ارجعوا والله العظيم لهلا ما بدي اضربك انت يا لعين، والله بضربك. ها ارجع من هذا المكان، ارجع ارجع يا لعين ارجع. اخذها والله سرقه، هات لهون ايتها السحر اللعين، اعطيني السحر اعطيني السحر، خليه يعطيني السحر. هي يا لعينه خليه يعطيني السحر، والا ضربتك على راسك. اعطيني السحر اعطيني السحر ايها اللعين، اعطيني السحر اعطيني اياه، اعطيني السحر، لا تهربي، تعالي الى هنا، توقفي، اعطيني السحر، اعطيني اياها ايتها اللعينه، هاتيها هات الدمية، اعطيني اياها والله العظيم. ايوه هات هات، اذهبوا من هنا، يلا روحوا من هون، روحوا روحوا، اذهبوا من هذا المكان، روحوا يا لعينين، والله لا ارجع لكم واقضي عليكم، بس لحتى الاقي العملاق الاحمر هلا، انتم مو مهمين بالنسبه لي. يا مغامرين ولله الحمد، شوفوا حصلت عليها للدمية، هي الدمية شايفين كلها دم، طلعوا عليها كلها دم، هذا سحر اسود، هذا يا مغامرين سحر اسود، شوفوا عليه العلامه هي النجمه، وعليه راس الشيطان، وعليه الهلال، وعليه المفتاح، مفتاح السحر الاسود، وهون مرسوم دوامه السحر الاسود. خلينا بس نسحب هاي، شايفين تبع الموت، طلعوا عليها
شوفوا الدبابيس يا مغامرين، ليكوا الدبوس منين فايت ومنين طالع. يا لطيف، اللهم إن كان سحر فأبطله، اللهم إن كان سحر فأبطله، اللهم إن كان سحرا 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 فأبطله. سحر أسود هذا يا مغامرين، شوفوا، اللهم إن كان سحرا فأبطله، اللهم إن كان سحرا فأبطله. يا لطيف، الله أكبر، لا قوة إلا بالله. الله لا يوفق كل ساحر لعيني بيعمل سحر، الله لا يوفقن. هذا هو السحر الأسود اللي عثرت عليه بالغابة هون يا مغامرين، كان بإيد الساحر، والساحرة هوني كان أول شيء محطوط بصندوق، بعدين إجوا أخذوه مني، بعدين هلأ هربوا ما عاد أعرف وينهم، راحوا. الله أكبر. فيا مغامرين، هلأ بظن هذا الفيديو هيك انتهى. راح روح هلأ وابحث عن العملاق الأحمر سلندرمان، رايح ابحث عنه، وهذا هو السحر يلي لقيته وقدرت الحمد لله اني اخده معي ان شاء الله. رح حاول يا مغامرين بلكي بالبيت او بمكان تاني اقدر اني فك هذا السحر، يمكن صور لكم فيديو هون بقلب الغابة وانا قاعد عم فكه لشوف شو رح يصير معي. يلا يا ابطال، حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة، وحتى تشوفوا الجزء التاني ان شاء الله بكرة رح ينزل. الى اللقاء يا مغامرين.